مرحبا واضح، أنا عمار جعفر مدرب ورائد تانغو أرجنتيني. الفيديو تصور بإحدى المهمات بريف حمص، بإحدى المهمات القتالية. صورته من نوع من باب التسلية، كان وفترة كنت فيها لحالي هناك بعمل شيء، ونزلته على السوشيال ميديا. وصل لأحد راقصين تانغو الأرجنتيني بالأرجنتين، وهو من أصول سورية، اسمه أمير فارس، كان جاي لهون زيارة على سوريا وتعرفنا عليه وشاف الفيديو، حب ينشر الفيديو عنده على صفحته، وكونه هو راقص تانغو أرجنتيني عالمي وموجود بالأرجنتين، فوصل لكثير عالم، لكثير راقصين، صار يوم كثير ضجة. الأوتشو دانس سكول هي كانت فكرة إنه نحن بدنا مكان كراقصين، مجموعة من الأصدقاء من الأستانغو، بدنا مكان نتدرب فيه، نعمل فيه دورات تدريبية، نطور حالنا أكثر، نشتغل على الموضوع أكثر. من المدرسة ما أنا فخمة، ما أنا مثل تمويل كبير، بس قدرنا نحن نأمن المستلزمات الضرورية لإلنا للتمارين. كل شيء شاركته هون بسوريا، هي بطولتين تانغو ب2017 و2018 حرزت فيهم المركز الأول، وكان أحد أهمها ب2019 عرض الإنكانتو روخو، كان هو العرض الأكبر بسوريا بخصة التانغو. وأكيد لقدام إن شاء الله لأ صار عندي فرصة سافر لشارك بطولات عالمية أكثر. الحلم الأساسي هون إني حاول أنشر التانغو قدر المستطاع بالمجتمع، خلي المجتمع يتقبل الفكرة بشكل أكبر، وحاول كبر أكيد كبر المدرسة الموجودة حاليا هون. شكرا واضح على اللقاء الجميل، باي واضح.